السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن، رجعنا لكم ولاد برياكشن جديدة كالعادة والعواد جديد موجود بيج رياكشن موجود، تعرفونا ما نقفوش على الخدمة الولاد خاصة بوجودكم انتوما وطلبكم للموسيقى. دونك مرحبا بالناس الكل، نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا الولاد، وان شاء الله الناس الكل تعدي لها عيد باهي. كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك. الناس الكل نعاودوا نذكروا مرة أخرى، هذا ما يمنعش الولاد سمارة هبط لنا تراك في الجديد ما نسيت، نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا، نشوفوا شنو هي اللغة، اوديو مش كليب نتصور تابع البوم زين، أما يمكن مش تابع خاطر سمارة مش كاتب، مانيش متأكد بالضبط، أما جيست حطيتها يعني فوق الطاولة. ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا شنو هي الفايب، شنو هي اللغة سمارة شنو باش يعطينا، اسكو برشا أحاسيس، اسكو كيما من الألبوم بدا خاطر قاعدين ماشيين في ألبوم الكل أحاسيس ومشاعر، وديجا حكى عليه الولاد في آخر تراك وقال تسألوا فيا علاش الالبوم في برشا مشاعر ولا فازة كيما هكاك. المفيد سمارة يعرف ايش قاعد يعمل، نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا، نشوفوا شنو هي الفايب، يلا بينا جيمش نعملوا جو جيمش نتفرد واحد بالسبسكرايب وركش يا برو، ليتس جو يلا. الدخله تفهم اللي برشا مشاعر صاحبي، اما احنا من العباد اللي ما يهمناش، اعطينا موزيكا كان فما مشاعر نمشيو في المشاعر برو. الماتريال ديزوليك باش نلبسها بالمقلوب، يلا صاحبي يلا سمعنا برو. حاسينو من البنية باش تسمع البيت باش تسمع الفلو. اسمع سمارة في مشاعر وقلت لكم من قبل سمارة كي يبدا في مشاعره يخرج لك فايب مش عادي، يخرج لك موزيكا ساعات كي تبدا الظروف ماشية مع الكلام اللي باش تسمعه اوتوماتيكمون تتأثر. مخي عايش في النكست ليفل برشا ناس باش ننسي يمشي كي جاو حفل عايش وحدي من البلاد نو مانيش مسافر عبت من العبيد تستاشي فيها راني قافل بلهم نسيت ما نسيت في بلا ما عيت ما بكيت بلا ما عطيت ما خفيت. فايب سمارة برو، فايب سمارة ولازم العباد توالف بالجاية هذايا خاطر موزيكا كيما هكا راني قلت لك ستيل برو، برشا عباد تمشي معاهم هكا علاش سمارة ماشية معاه وفرد الوقت خاطر ياسر قريب للفان بيز نتاعو برو، أما المشاعر راهي تجيب في الموزيكا ما تنساهاش هذايا برو. لسن منهم مخايش في النكست ليفل برشا ناس باش ننسي يمشي كي جاو حفل عايش وحدي من البلاد نو مانيش مسافر حبت ما لعبت ستاجي في راني قفل في بالهم نسيت ما نسيت في بالهم عييت ما بكيت في بالهم نسيت ما نسيت برو، فما حاجات راهي ما تنساش صاحبي فهمتني كيفاش، دوك تجي تتفاهم سمارة فاش يحكي، فما حاجات راهي ما تنساش مش معناها انا ما جبتلكش عليه الموضوع هذاك مره اخرى معناها راني نسيت، لا فما فرق ما بين سامحتك ولا عديت لك وما بين نسيت برو. اسمع لسن بيتن شيخ باش نموت خمم في اللي تعدى قولوا مش تعبى مرا والقلب تعبى سيوي اللي الحب راهو جمله ما يتخبش كل حس كل اللي يدق شكون اللي يجيك عندي عاود اسمعني خمم في اللي تعدى قولوا مش تعبى مرا والقلب تعبى سيوي اللي الحب راهو جمله ما يتخبش كل نساوي اللي الحب راهو جمله ما يتخبى برو، معروفه من قبل يعني حتى العين يقول لك كذابه تغزل الانسان في عينيه تعرف هذاك طايح لوف ولا لا، الحب عمره ما يتخبى، ما فما برشا عباد واحنا اصلا عشنا وكبرنا ان نخبيو المشاعر هذيك وما نشاركوهاش الببليك، ما نشاركوهاش حياتنا الشخصيه، ما نشاركوهاش حتى ما بين صحابنا وكذا، اما هذا ما يمنعش كي تبدا في مرحله كيما بلاصه كيما صباره، كي تبدا في الفيم هذيك وفرض الوقت في الخدمه هذيك والريتم هذيك بتاع الحياه، برشا عينين عليك، برشا ضروره باش تجيك، دونك تلقى الهربه نتاعك برو انك تجي للمايك نتاعك وتستعمله. تو سامبلومون وتخرج المشاعر بتاعك الكل، ساعات الانسان كي يخبي راهي حاجه باهيه، اما كي تخبي برشا برو تطرشك تاكد تاكد لسن عندي كلام طوا نقول وقل علاش باش نتخبى ريضا مع نفسيتي مش دوا ما نحبش تهبر ديما نقول انا غلط نتوجع ما نتربى انا وقفت وقت الشده ما هو منسوني وين
انا وقفت وقت الشده ما هما نساوني وين وقت تفديك صبر ديما يقول صاحبي اللي هو الغلط يعني تحسوا نادم تحسوا كلي فما غلطه صارت لي نوصل لمرحله معينه ولا كلي رجع في كل شيء عليه والملامه برو راه ديما نقول لكم صاحبي الدم والملامه راه ياكلوا البشر وهو حي دونك تنجم تتفاهم مره اخرى علاش صبار يخرج في برشا بشيء مدام تتنحى من المنتاليتي لاش تصحيح كل غياليتي نخدم من قلبه جامي فاتيكي في بالهم سانا شينا عالدماغ في بالهم مش باللي تعدى وصار اشني اشير عمل لي احنا صغار كبرنا بالرجلة وعلى نيستي نغار يحكي علينا صاحبي احنا صاحبي اشني بالرسمي تشبيه كبرو صبارة فاهمنا برو فاهمنا برو تتذكر كي كنت نجيك ما في بالي شك يسير يتعدى لي كم في نهار عاد عليك يصير ومنسيت ما نسيت في بلو ما عيك ما كيت في بلو ما عديت ما خطيت منهم مخايش في النكس ليفل برشا الناس باش ناسيهم شك الجو حافل عايش وحدي من البلاد نو مانيش مسافر حبت من العبيد ستاجي فيها راني قافل تهني وفباس تا صبارة صبارة باش مسافر اوريك شبرو جوك احلى جو صاحبي سينو الولاد فما عباد لازمك تنساهم من حياتك بالرسمي هذوك اللي لازمك تتخطاهم من حياتك العباد اللي تضرك برشا في حياتك تجي مرحله معينه مهما يكون الانسان هذاك قريب لك لازمك تتخلى عليه وكي تتخلى عليه باش تتفادى يعني المشاعر اللي بيناتكم نحكي راهو حتى وكان صحاب حتى وكان عشره فهمتني كيفاش فما ديما فما كل شو يقعد لك ندم دونك لازمك تنسى كومبليتمون فهمتني كيفاش هذوك ما كنت نعرفهم ما يا حسره اللي فات مات تتعدى خاطر فما برشا عباد لازمك تخليها لتالي خاطر هذوك اللي يجبدوك لتالي برو لسن في بالهم نسيت ما نسيت في بالهم عيد ما كيت في بالهم عديت ما خذيت منهم وقت اللي فاتهم عندي برشا في الجيم نعرف سكيتهم مش الفايدة في النيم الفلوس خذيتهم فهمي خذيتهم 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 ثلاثة مرات قاريها لك برو ثلاثة مرات قارئ لك برو تحسها من قلبه وقلبه خارج برو لسه خذيتهم عرفهم خذيتهم 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 الفلوس خذيتهم 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 أربع مرات يا برو أربع مرات الفلوس راي تاخو عباد الفلوس راي تبدل عباد الفلوس راي صدقني تبدل لك تتبدل عباد أقرب يدي ما تخيلش تجيك الضربة منهم ما فلو في مدام فيها فلوس دي ما توقع كل شيء برو الفلوس راهي صاحبي صاحبي زينة الحياة الدنيا المال والبنون فلوس فهمتني كيفاش دونك ربي قايل لنا ان الفلوس راهي زينة الحياة الدنيا اما هذا ما يمنعش برشا عبيد دونك مادام قايل لنا ربي هكاك عارف راهي الفلوس شنو هي تاثيرها على البشر تو سامبلومون كيما تنجم تمشي في حاجه باهيه كيما تنجم تمشي في حاجه خايبه اما العباد تتبدل على الفلوس كيفاش حياتهم من الاخر برو ما تشري لها بالنين العبيد شريتهم كذبوا علينا تبين 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 لو وجد نرتاح في بيلي ما يعني ليش الموني تبقى لي معزل اللي جيني وخفف علي يمحوني كير ربي لي يعني تقراني بين ستوري فصخر عالم من بيلي ما تعني ليش ستوري وزيك برو لسن لازمك زادا كيما قلت لكم انسى والعباد اللي تضركم في حياتك ما لازمك تتذكر العباد اللي وقفت معاك وقت اللي ما توقعتهاش حتى باش تجيك هذوك ما تنساهمش صاحبي هذوك ما تنساهمش ما دامك حي برو تو سامبلومون صاحبي تكتب التكستون عندي يومي تشجعني ونقول لي ليتس جو صار بلادي تمنعني نحن من بعيد نو عندي الحومة تسمعني والباقي فاك يو عندي حومة تسمعني والباقي فاك يو تو سامبلومون صاحبي ولا فاك يول المفيد البقية صاحبي ما دام عندي حومة تسمعني ما دام نسمع في حومتي في الموسيقى اللي يحبوا عليها راهو ما يهمنيش صاحبي متهني هكاك نعرف اش قاعد تتفكر كي كنت نجيك لسن في بالي شك يصير تعدى لي كم في نهار لومات عاد عليك يصير ومنسيت ما نسيت في بلا ما عييت ما بكيت ولا ما نسيت ولا بلا ما عطيت ما خطيت منهم مخايش في النكست ليفل برشا الناس باش ننساهم شك الجو حافل عيش وحدي من البلاد نو مانيش مسافر اسرح صاحبي تستاجي فيها راني قفل اسمعي في بلا ما عطيت ما بكيت في بلا ما عطيت
من قبل نقول لكم الاولاد تركيت كيما انا هكا عند ساماره، انا واحد من الناس تظهر لي بسيطه وفرض الوقت هذاك الفايب بتاع ساماره، فهمتني كيفاش؟ ساعه كلي اماخير هكا والا تفزد، فهمتني كيفاش؟ انا نختار حاجه هكا، حاجه طافيه، حاجه كلي نتاع مشي لي نتاع كان فما مشاعر فما مشاكل راك باش تسرح فيهم اوتوماتيكمون صاحبي، باش تخمم في المواضيع هذيك وفرض الوقت تسرح مع الفايب هذيك، فهمتني كيفاش؟ ماهيش حكايه همكا وساعات ساعات حكايه العباد راهي تتعلم انها تعيش مع الهم وتعيش مع الوجيعة تو سامبلومون. دونك ساماره ديما يسربي في الموسيقى نتاعو بالفايب هذيا، العبيد مكثرية تلقاها مجروحة من الداخل من الداخل، اما هذا ما يمنعش ما فما حتى مشكل انك تكون مجروح، خاطر هذيك الدنيا وما كلا بشر، المشكل انك تقف غادي ما تتحركش ما تقدمش برو، ما تخليش هذاك الكل يوقفك وتخليه لتاني، لازمك تخليه لتاني ديما القدام، فهمتني كيفاش؟ اما يعني جوست كي تسمع موسيقى كيما هكا وتخليك تسرح مع مخك اسمعها برو، دي انا ديما نقولها لكم ونقولها لكم من قبل صاحبي، دي ما فما حتى بشر يحكم فيك حتى وكان رايو يقوله لك، فهمتني ولا لي انت خايب ما تعرفش تسمع موسيقى ما تعرفش تلبس ما تعرفش كذا، دي ما دامك انت راضي على روحك بدام الحاجه هيك اللي تعمل فيها مفرحتك ما يهمك في حتى بشر يا برو، تو سامبلومون صاحبي. سينو ساماره ما نسيت كالعاده والعواد برشا مشاعر كيما قلت لكم، فايب كيما هكا مادام خفيفه تعجبني صاحبي، ما فماش حاجات تفزد ما فماش حاجه اكسترا فرد الوقت، جونا احلى جو ان شاء الله. ساماره ديما يقعد هكا وباز عنده كالفلتة نتاع هاي كيك نتاع يشنك نتاع يعمل لك موسيقى نتاع جو، هذيك باز جايه من ساماره هكا ولا هكا، هذا ما يمنعش حاجة شبابة الولاد، حاجة كلي خلتني نسرح في الفايب، خلتني نسمع سامارة نحس بيه فاش قاعد يحكي، والولاد كي نقول لكم سامارة قاعد يوصل في برشا احساس عن طريق موسيقته، باز انتو ما تعرفوا الشيء هذا، هذا ما يمنعش كان تتذكروا الولاد ديجا سامارة قلنا لعل يدخل في البيف، هيك علاش سميته كلاش سبيس وقت اللي كلاش سامارة، سامارة جاوبوا كان في كومنتير قلت لكم لعل يرجع ما نصورش باش يرجع، سي بون فاتوا الموضوع كالعادة والعوايد هبط لك موزيكا وتعدى، لان تفهم سامارة كيفاش يتصرف في البيفات وفي المشاكل، برشا عباد كيما تنجم تغزر لها انه خاطره ما يحبش يدخل في البيف هذاك خاطره ما يخاف ولا ما يحبش يعمل مشاكل ولا كذا، كيما برشا عباد تغزر لها هذيك رزانة هذيك تعرف بلاست كوين تو سامبلومون، من الاخر الاولاد هذا ما يمنعش. هكا نكونوا كمان رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، تنسيوش اراءكم كومنتاريتكم دليلكم اجواكم السبسكرايب تاعكم خاصه، مرحبا بكم على انستغرام بيجي ما رياكشن في ناشي مينيسكول او اليوم في الديسكريبسيون يا برو، نقرا خفيفه تلقى روحك غادي ديزونير سيت الولاد، اول نقرا خفيفه تلقى روحك غادي، ما تنسيوش تيك توك بقشيش صاحبي بيجي رياكشن، الفوضى متواصله الولاد، ارتحنا نهار العيد بيان سور لايين في حصة العيد وكذا وفرد الوقت نحتفلوا بالنهار هذاك، وان شاء الله الناس كل عيدكم مبروك، اما هذا ما يمنعش نرجعوا لكم بالخدمه تك تك، تعرفونا ما نحملوش احنا بيدنا نبطاو عليكم كيما اليوم، فما جديد زاد فرد الوقت فما سيري ريد ستار رادي دونكيركش يا برو، عندنا مدايده ما خدمناهاش دونك نتصور باش تعمل جو خاطر انا باش نعمل جو كي نعمل رياكسيون، هذا ما يمنعش الاولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، ما نساوش موضوع العاده موضوع الاهم القضيه الفلسطينيه اخواتنا فلسطين، نذكروا بالقضيه باللي نقدروا ندعموا القضيه باللي نقدروا، تحيا فلسطين دائما وابدا وبيس يا برو.